السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في قناة فايزة غالي، إن شاء الله تكونوا على خير. كيف ما شفتوا اليوم غادي نصوبوا الفواكه المعسلة، هاد الفواكه اللي دائما كنستعملوهم في الحلويات، في الكيك، في الفقاس، في لي صابلي، في أي حاجة درناها نصوبوهم في الدار ونصوبوهم بدون مواد حافظة. وهانتوما شفتوا الشكل ديالهم، كيجيو بحال هادوك اللي كيتباعوا وكيطيحوا علينا رخاص. عندي جوج طرق، انا اليوم غادي نشارك معكم في هذا الفيديو الطريقه الاولى، لان هذه الفواكه بالذات هذه الطريقه اللي غادي نخدم اليوم غادي يبقاو غير في الثلاجه بلا ما تدخلهم للمجمد، وان شاء الله فيديو اخر ندير معكم الاخرين اللي كيبقاو في المجمد، وراه كلهم كيبقاو حتى مده سنه اولا اكثر من بعد ما كتاكلوا الدلاح بصحتكم وراحتكم. كناخذوا هذه القشره هذه كنحيدوا ليها هذا الاحمر وحتى هذاك الرقيق اللي فيه الماء، يعني حتى كنوصلوا ديك البلاصه اللي ما فيهاش الماء نهائيا، وغادي نحيدو حتى هاد القشرة هادي ديال الفوق. كيف ما قلت لكم هاد الطريقة هادي اللي بغيت نصوب معاكم اليوم، كتصوبوا الفواكه ديالكم وكتحطوهم غير في الثلاجة يبقاو حتى 6 شهور ما كتوقع لهم حتى حاجة، لأنهم كيكونوا تماما ما فيهمش الماء، ناشفين ومعسلين وكيبقاو في اللون ديالهم، ما كيطلقوش اللون في الكيك ولا في شي حاجة. وإن شاء الله فيديو آخر غادي نصوب معاكم الطريقة عاوتاني اللي كندير حتى هما كيكونوا ناجحين، ولكن هما خصنا نديرهم في المجمد. اما في الشكل ديالهم وفي الخدمه ديالهم فهما نفس الفواكه المعسله، وكيبقاو شي حاجه مصوبه في الدار وكميه كثيره كنصوبهم في هذا الوقت هذه، وكيبقاو عندي في المجمد وفي الثلاجه مده طويله، وكنخدم بهم بحال ديال الحانوت تماما. واحد الكميه هنا انا راه عندي واحد الكميه اللي كثيره صوبتها، غير بغيت نوريكم في هذا القياس. هنا كنقطعوهم وكنديروهم رقاق اولا، المهم الشكل اللي بغيتو على حسب باش تزينوا بهم الحلوه، فما ديروهمش غلاط ويكونوا نفس الشكل باش يطيبوا في طيبه واحده. صافي هكا، ولا كدير واحد الكرادة وكتقطعوهم فوق منها، وغادي نستمر حتى نقطع الكمية كلها ونلاقيها مع داك ديك الكمية الأخرى اللي عندي باش تشوفوا، لأن صوبت بزاف بلاش ما غادي نشد لكم وقتكم باش نقطعوا ديك الكمية كلها. أنا غنوريكم في هاد الشوية هذا، وصافي غادي نقطعو بهذا الشكل هذا، هاد الطريقة حتى غادي نساليهم كاملين. هما دو هادو هي الكميه اللي عندي دابا، هانتوما شفتو راه مقطعين كلهم في نفس القياس، هانتوما حتى حاجه مكبره على الاخرى باش يطيبوا لينا نفس الطياب. بالنسبه شنو غادي نزيد عليهم، فغادي ندير لكم واحد الطريقه اللي كتكون زوينه، وما بغيتش نكثر عليكم هكا باش يعني ما كان عليا نخلط لكم جوج اشكال في فيديو واحد، ولكن غادي تخلطوا عليكم. المهم اليوم في فيديو قصير غادي نخدموا هذا الشكل هذا مره اخرى. هنا ما درت لا ما حتى حاجه، نتوما شفتوا درت كاس العنبه ديال سنيده. بالنسبه لذاك القياس ديال القشور هذا راه ما كنعبروه ما حتى حاجه، كنديروا غير القياس السنيده ودوك القشور اللي عندكم، وكنبداو كنديرهم فوق العافيه، هما كيطلقوا لينا هذا الماء هذا بلا ما نديروه اليوم. نتوما شفتوا العافيه تكون في الاول مهيله حتى يذوب السكر، وصافي كنبقى نحركهم حتى كنحسوا بهم طايبين، كنهزهم في يدنا هكا كنلقاوهم راه طايبين رطبين ومعسلين. هانتوما راه يعني بداو، ولكن راه ما كنطفيو عليهم حتى ما كتبقى لهم فيهم حتى هاد الماء ديالهم كله كينشف وكيوليو معسلين. هانتوما شفتو من بعد ما طفيت عليهم خصهم يجونا على هاد الشكل هذا. غادي نقسمهم في ثلاثه ديال الزليفات باش غادي نلونوهم بالالوان اللي تبغيو. هانتوما شفتو راه معسلين، يمكن لكم تخليهم حتى غير هكا وتخدموا بهم، فهما غادي يعطوكم واحد المذاق اللي هو رائع، وتزينوا بهم الحلوه ديالكم. بالنسبه لواحد الطريقه فما غاديش اليوم ما غاديش نستعمل هاد النكهات، لان اغلب طرق كيديروا النكهات، انا اليوم غادي نديرهم معكم بالملون. علاش؟ لان النكهات كنديروا وحده بالنكهه ديال البرتقال مثلا، وهذه بالنكهه ديال الفرومبواز اولا التوت، والاخرى بالفستق، يعني كتبدلهم. ولكن ملي كنحطوهم بثلاثه في لون واحد، مثلا في صابليه وحده كنحطو، فكيتخلطوا علينا النكهات بثلاثه وكتجي شويه المذاق ديالهم شويه مجهد، ما عدا الا كنتو بغيتو ديروا لون واحد ونكهه واحده. اما هذه باش نخلفوا مازال ان شاء الله غادي نوريكم اللي غادي نخدم بالنكهات، ولكن غالب الاحيان انا كندير هذه الطريقه، كناخذ واحد النكهه اللي كنبغيها تكون في الحلوه اللي كتعجبني، واللي هي غادي ناخذ الروح ديال اللوز. هنا كديروا اي نكهه ولكن ما يكونش فيها اللون، ممكن ديروا شويه ديال النطا ولكن في الفاني اي حاجه، من الاحسن ديروا هذه ديال هذه اللي كتكون سائله بحال الزيت ما كيكونش فيها اللون، وكتنكهوا بالنكهه اللي كتعجبكم. انتما شفتوا كل وحده درت فيها واحد القياس. شنو هنا بغيت نقول لكم البنات، باش تجينا ملي نزينوا بها الحلوه هكا نجمعوا ثلاثه ديال اللوينات الاحمر والصفر والخضر، تجينا نكهه واحده، ما يجيناش وحده فيها واحد المذاق وحده يعني كيتمازجوا دوك النكهات بزاف، كيجيونا مجهدين وبطبيعه الحال كيكون
المهم غالب الاحيان كنخدم بهذه الطريقه، ولكن كنوعدكم غادي نشارك معكم الطريقه الاخرى، لان حتى هي كنديرها، ولكن كاين الاستعمالات ديالها، كاين فاش كنستعمل لون واحد، كاين هنا غادي نضيف شي القطط ديال الاحمر، والاخر غادي نضيف ليه القطط ديال الملون اخضر. هذه انا سهلتها عليكم، ما كانش العبار، ما كانش يعني كتخدموا داك الشيء بهذه الطريقه، وكتحصلوا على واحد الفواكه اللي هي رائعه ولذيذه، من السما بداك الروح ديال اللوز، ومعسله يعني ما غاديش تكون هكا، ما تخافوش منها. وهذه راه كتبقى غير برا ديال الثلاجه، كديروهم في قريعات وكديروها في الثلاجه هكا في الرفوف ديال الثلاجه، ماشي المجمد، كتبقى عندكم اطول مده ممكنه حتى كتسالم، ما غاديش تخسر معاكم، ما غاديش يوقع ليها، كتجينا بحال الشكل ديال المربى، بحال دوك الاشكال كامله اللي ما كيكونش فيهم الماء. هنا غادي نبقى نخلط بشويه بشويه حتى غادي نخلطهم كاملين مزيان. واللون راكم ما تخويوش بزاف، نتوما كتخلطوا الا خصو شي شويه، لان راه معسلين وناشفين، فما غاديش يبان فيهم هكا يرضهم لكم هذا الملون سائل او لا، يعني الا خصو شويه ديال اللون فكتزيدوا القطع. انا هنا ما غادي نزيد والو، غير غادي نخلطهم مزيان ونتلاقاو. وجاو الفواكه ديالنا على هذا الشكل، ناشفين معلكين ومعسلين ايضا، نتوما شفتوا الشكل ديالهم. كتبقى هذه عندي، بالنسبه ليا هذه هي الطريقه اللي كنخدم بها بزاف، كنعمر بها الطويسات. انا درتهم في هذه الحكايه دابا باش تشوفوا الطريقه باش كنشريهم تقريبا بهذا الشكل. ان شاء الله غادي ندير معكم فيديو الاخر كيف ما قلت لكم، اللي فيه نكهات مختلفه، كل لون في نكهه. ان شاء الله نكونوا في الموعد، نتمنى يعجبكم. انتم شفتوا الشكل ديالهم، فهو كيجي رائع، وكيجي بالنسبه لهذاك الاحمر اللي في يدي البنات راه غير فاش حليت القرعه، اما هنايا في هذا الشكل راه ما كيخليوش اللون في اليد اولا في الاكل، يطلقوا ولا ديرهم الكيك، الفقاس، اي حاجه للصابلي كما قلت لكم. نتمنى يعجبكم وتجربوه. الى اللقاء في فيديو قادم ان شاء الله. بسلام عليكم.